بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين في الليست الجميلة اللي احنا طلعناها دي، عايزين نزود تو باتنز للديليت والإيديت، تمام؟ فهنستخدم فيها كذا حاجة. الأول اللينير لي أوت اللي عندي الأورينتيشن بتاعها الخارجي هوريزونتال، تمام؟ وفيها اتنين تكست فيو اللي هو بتاع التايتل وبتاع الديسكريبشن. كلام جميل جدا. هعمل أنا إيه بقى؟ هقوم جاي عامل حاجة اسمها ريلاتيف لي أوت. الريلاتيف هي لي أوت بس بنشتغل فيها ده بالنسبة لده، يعني الكنترول بالنسبه للكنترول الثاني، تمام؟ دي فكرتها. فاديتها الويتس ماتش والهايت ماتش، واديتها بادنج كده سبيسنج مثلا 7 دي بي مثلا، تمام؟ هحط جوه الريلاتيف لي اوت دي ايه. الاول قفلت الريلاتيف لي اوت تحت خالص، بقى في دلوقتي جواها التو تكست بوكس او تكست فيوز، تمام؟ تمام. هعمل انا ايه فيها؟ عاوز اعمل جزئين. الجزء الاول اللي هيبقى فيه التكست فيوز اللي هو التايتل والديسكريبشن، والثاني هيبقى فيه التو باتنز اللي هو الديليت والايه، الديليت والايديت اللي انا عايز اضيفهم قدام كل ايتم. لاحظ لما عملت ريلاتيف لازم او فوق بعض خلاص التو ايه، التو تكست فيوز، تمام؟ لان هما بالنسبه لبعض انا ما حددتش البعد ولا اي حاجه. فهو عاملهم ايه؟ عامل لينير لي اوت، اديت الويتس ماتش والهايت على قد اللي موجود جواها راب كونتنت لينير، يبقى اول كنترول هيبقى لينير جوه الريلاتيف، تمام كده؟ واديتهم ان هم يبقوا فيرتيكال يعني كده، تمام؟ وحطيت اللينير لي اوت، يبقى كده ايه اول حاجه جوه الريلاتيف لي اوت عندي لينير، تمام؟ والريلاتيف فيرتيكال وجواها اثنين ايه؟ تكست فيوز. تعال نشوف كده المنظر بتاعها عامل ازاي؟ تمام، بقى لهم تحت بعض ومظبوطين. عايز بقى اعمل جنب اللينير بقى احط ايه؟ احط الادوات الثانيه اللي هي التو باتنز اللي انا عايزهم، التو باتنز اللي انا ايه اللي انا عايزهم. طيب كويس جدا. انا عايز اعمل ايه بعد اللينير؟ بعد ما اللينير قفلت مش عايز اللينير دي، دول التو تكست فيوز اللي احنا بنتكلم عليهم، ماشي مش مشكله. تعالى بعد اللينير لي اوت اللي هو اول اليمنت جوه الريلاتيف لي اوت بتاعتنا، واقوم جاي عامل ايه تكست فيو ثاني. خدوا بالكم انا هعمل تكست فيو مش هعمل باتن، ها؟ مع انه مفترض احط بطن، بس البطن بيبقى ليه باك جراوند كده وتقعد تلعب في الديزاين بتاعه، بيبقى شكله مش حلو. معرفش يعني، انا تخيلت ان ممكن يكون ده شكله افضل وهنجربه، وانت برضو عايز تجرب الحاجات الثانيه جرب يعني. وهعمل تكست فيو هسميه بي تي ان ديليت، واديته ويدث راب كونتنت، واديته الهايت بتاعه ثابت 50، تمام؟ بحيث يبقى شكله ثابت. وعملت ايه؟ نديله الالاين، الاين يعني المحاذاه. الالاين للبيرنت رايت، الاين بيرنت رايت ترو، خلاص عشان يجي ناحيه اليمين. الريلاتيف بتشتغل كده يعني، بالنسبه ايه هو بالنسبه للبيرنت بتاعه ومين البيرنت بتاعه الريلاتيف، خلاص فهقول له هو هيبقى على اليمين، فخلاص فهيروح كده ناحيه الايه؟ ناحيه اليمين. و هعمل له ايه؟ الايكون بتاعته مثلا ممكن نختار ايكون، يعني ايقونه تظهر مثلا تكون شكلها شكل الديليت ولا حاجه، واعمل له بادنج عشان يبقى لو هحط صوره الايديت جنبيه يبقى في سبيسنج كده ما بينهم وما بين بعض. فعملت لها البادنج دي بي 5 دي بي، تمام؟ واروح كده على طول على دروب واعمل له كليك يمين ونيو فيكتور اسيت، واطلع ادور على كليب ارت، ممكن اسيرش على كلمه ديليت او ريموف، فاختار اي ايكون من دول اللي تعجبني وادوس على اوكي، واديها اسم يكون سهل عليا، اي سي اندر سكور ديليت كويس، نكست فينش هنزل بالمره. واحنا واقفين نعمل من نيو تاني ونقول له فيكتور تاني، ونضيف واحده تانيه بقى لمين؟ للباتن بتاع الايديت. ما احنا عايزين نعمل الايديت والايه والديليت، فهسيرش على ابديت على ايديت على كده. الايديت عليها مثلا قلم، ماشي مش مشكله، بيبان الفكره مفهومه. وسميه هاي، سميه اي سي ديليت بس كده، اي سي ايديت كده بشكل مباشر، ونكست وايه وفينش كده. اهو الدروبل بقى ليفت بتاعته انا هخليها الايه الاي سي ديليت، خلاص ده التكست فيو. هاخد منه كاب ومعامل منه بيست للبطن الثاني اللي بعديه، بس هسميه بطن ابديت او ايديت، تمام؟ ونفس الويتس والهايت، بس الايكون بدل اي سي ديليت هخليها اي سي ايه؟ اي سي ايديت، تمام كده؟ وبينا نشوف الايه الشكل العرض هيبقى طالع عامل ازاي؟ كده اهو بالنسبه لنا. اخش على البرودكت ليست، فوق بعض كده، مش جم على اليمين بس، على اليمين فوق بعض. عايز اخلي خلاص هم جم يمين صح، بس انا عايز اخلي الثاني بالنسبه للاولاني، يعني اظبط العرض بتاع التكست فيوز ما بينهم وما بين بعض. لو حطيت لينير لي اوت، وده حل من الحلول اللي ممكن واحد يروح يفكر فيه، ان انا اقول له طيب هنعمل اللينير لي اوت الويتس بتاعتها على قد الكونتنت اللي جواها، والهايت بتاعتها على قد الكونتنت اللي جواها.
واخلي الاورينتيشن بتاعها يبقى بقى فيرتيكال مثلا فيرتيكال، واروح احط اثنين تكست فيو جوه اللينير اللي موجوده دي. لو جيت عملت كده، لو جيت عملت كده وقعدت عملت اعدت التشغيل تاني بعد التو لينيرز دول، عايزين ده يبقى فيرتيكال، عايزينه المفروض هوريزونتال، يعني يبقى الاولاني فيرتيكال تحت بعض، الثاني يبقى جنب بعض عشان يطلع الباتون بتاع الايديت وبتاع الديليت جنب بعض، فنكتب هوريزونتال. تمام؟ وكويس. ونرجع دول تحت بعض، دول هيبقوا مثلا جنب بعض. تمام؟ طيب هل في اي حاجه ناقصه عندنا تاني او نتاكد ان كل حاجه مظبوطه؟ تعالى نعمل الايه؟ ريلان كده نشوف الشكل. لو ما ظبطش معانا نرجع. اتعمل صح بس رجله فوق بعض. لان المفترض ان اللينير لي اوت الاولانيه واللينير لي اوت الثانيه جوه الريلاتيف، لازم اقول دي بالنسبه لدي، لازم اقول دي بالنسبه لايه؟ يعني اللينير لي اوت الاول الثانيه بالنسبه للاولانيه او غيره. تمام؟ ان كل التفكير في الريلاتيف ان انا بعمل ده بالنسبه ده، ده بالنسبه لي ده. طيب هنا الاولانيه للاولانيه ماتش بيرنت راب كونتنت فيرتيكال، كلام سليم. خليت الويتس بتاعها راب، خليت ماشي الهايت بتاعها راب، مش مشكلة. التكست فيوز الاثنين ما فيش فيهم مشكلة. اللينيرلي اوت الثانية أنا محتاج إن أنا ممكن نشيلها نستغنى عنها، خلينا أرجع تاني أعمل مثلا إيه؟ تكست فيوز الاثنين بالنسبة لبعض وأشيل اللينير، أو أخلي اللينير الثانية بالنسبة لللينير الأولانية، واخدين بالكم من الفكرة؟ تمام؟ فهعمل ايه؟ ادي اللينير الاولاني واحط جواها الريلاتيف. تمام؟ وجوه الريلاتيف ادي اللينير اللي شال الاثنين تكست فيو بتاعتنا. تمام؟ واجي على الثانيه بقى اللي هي اللينير الثانيه اللي احنا كنا حاطين فيها التكست فيوز الثانيه، هعمل ايه؟ هشيلها، اخلي التكست فيوز الموجود زي ما هي بس هخليهم بالنسبه لبعض. يبقى انا استغنيت، خليت كده في لينير لي اوت واثنين تكست فيو اللي هم بتوع التو باتنز الديليت والهيد. تمام؟ طيب تعالى بقى في التكست فيوز اللي موجود عندي. تمام؟ نفتح التكست فيو اللي هو الاولاني، اراجع بس كده الاتريبيوتس اللي موجوده فيه او البروبرتيز اللي موجوده فيه. هنا اعمل له ماشي، هنا ديليت الصوره، هنا بادنج، هنا الاين بيرنت رايت جم على ناحيه اليمين كده مظبوط. تعالى بقى التكست فيو الثاني، انا عايز ازود بس في حته ان هو بالنسبه للاولاني يجي بقى ايه يمينه او شمال او حاجه. هو الاول كده اهو في الحل الاول، بس نشوف على الحل ده. ادي واحد جه ناحيه الباطن ناحيه اليمين وباطن ثاني ناحيه الشمال. تعالى نراجع كده ادي الايديت، عامل له راب ويدث وهايت، وعامل له دروب ليفت. مش عاملين له خالص ولا الالاين بيرنت رايت، ولا عاملين له ده بالنسبه لدوت، ولا ده تحت ده، ولا جنب ده، ولا اي حاجه. احنا لازم نحدد له الفكره بتاعت الريلاتيف ده نسبيا، ده بالنسبه لده فين؟ هي بتتحدد كده. فهقول له لي اوت خلاص، واقول له تو ليفت اوف، يعني هو شمال ال، قمت مدي له باتن ديليت، فيبقى هو شمال باتن ديليت، فيبقى هو على الايديت. وبعدين ايه؟ طبعا لاحظ هنا اد اي دي غير اد بلس اي دي، اد بلس اي دي بتضيف الاي دي ده جديد، لكن هنا انا بشاور عليه بس. فقلت له لي اوت تو ليفت اوف، خليك على شمال الباتن اللي اسمه ايه؟ ديليت. دي الريلاتيف، دي فكره الريلاتيف. فانا لو رجعت وشفت البرودكت بلاي ليست، تمام الشكل بقى مظبوط وما عندناش فيه اي مشكله، زرار الايديت وزرار الديليت وجنبيهم العرض بتاع الليست يكمل ان شاء الله.